بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعادة السفير بنكولي أوديو مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظون ونوابهم والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، السيدات والسادة الحضور، بداية اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم في بلدكم الثاني مصر، وأؤكد على أنه تتشرف مصر قيادة وحكومة وشعبا باستضافة كافة الفعاليات والمنتديات التي تناقش مستقبل تنمية قارتنا الأفريقية، وهو التوجه الذي يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية اهتماما كبيرا وأولوية مطلقة، في ظل دعم والتزام مصر بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 2063. كما أود أن أعبر عن تقديري للاتحاد الأفريقي وسكرتارية وأعضاء اللجنة الثامنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية واللامركزية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث الهام للمرة الأولى، وهو ما يتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمي في شرم الشيخ نوفمبر المقبل نيابة عن قارة أفريقيا، فضلاً عن استعدادها لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025، وهو ما يعطي اجتماعات اللجنة أهمية خاصة في ضوء حرص القادة الأفارقة على توحيد رؤيتهم ومواقفهم نحو القضايا والتحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية، وعلى رأسها قضايا وتحديات المناخ والتنمية المستدامة والتعاون الدولي والإقليمي. ولعلكم تشاركوني الرأي في أن موضوعات الخدمة العامة والحوكمة المحلية واللامركزية والتنمية الحضرية وثيقة الصلة بكافة التحديات الوطنية والإقليمية التي تواجهها بلادنا الأفريقية، بل هي أهم ما يجب مناقشته والتوافق حوله، ونحن بصدد المشاركة في المنتديات الدولية والأممية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة. لذا فإن اجتماعات الخبراء التي تواصلت على مدار اليومين الماضيين وما تمخض عنها من توصيات وإجراءات تكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن، وتعطي لقيادتنا وحكومتنا وشعوبنا أفكاراً نحن في أشد الحاجة إليها لتوحيد رؤية قارتنا وتقوية موقفها التفاوضي. السادة الحضور، إن مصر تعتز بمساهمتها في صياغة واعتماد كافة الوثائق والقرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والمتعلقة بالحوكمة المحلية واللامركزية، وأهمها الميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة والميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية. وفي هذا السياق فإننا نولي اهتماماً كبيراً بنشاط اللجنة الثامنة من بين اللجان المتخصصة بالاتحاد الأفريقي، وهي اللجنة المعنية بالخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، بوصفها منصة هامة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الوزارات المعنيين بهذه الموضوعات في البلدان الأفريقية. واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن تقديري عما حققته اللجنة الثامنة خلال دورة عملها 2019-2020. فقد نجحت اللجنة في تعزيز التواصل والتنسيق بين آليات التنمية بالقارة الأفريقية، على الرغم مما واجه العالم من أزمات أبرزها الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ولعل التقرير القيم عن نشاط اللجنة والذي تم عرضه على الدورة الحالية يؤكد بشكل واضح على الجهود التي بذلتها اللجنة والدور الذي أصبحت تلعبه كمنصة مشتركة للوزراء المعنيين بالتنمية المحلية وكذلك بالإسكان والتنمية الحضرية والتخطيط والخدمات العامة واللامركزية، وهي منصة واعية بتلك القضايا وقادرة على إنتاج الحلول التي تفيد دولنا وشعوبنا، وهو ما يبرز بشكل واضح في نجاح اللجنة في وضع خطة العمل الاستراتيجية 2020-2024. وأؤكد في هذا الإطار على ثقتنا في دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجانه المتخصصة وشركائنا في الهيئات الأممية المعنية وحكومات الدول الأعضاء،
وفي القطاع الخاص لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية المشار إليها، كما أؤكد على ثقتي في أن هذه الخطة تمثل أساساً قوياً لتعزيز وتقوية آليات الإدارة والتنمية المحلية والحوكمة واللامركزية في القارة الأفريقية. وفي ذات السياق، فقد تابعت على مدار اليومين الماضيين أعمال اللجان الثلاث على مستوى الخبراء، والتي بذلت جهوداً كبيرة في مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا، وهو أمر يستحق أن أوجه لهم التحية والتقدير، وأؤكد على اعتزازنا بما خرجوا به من رؤى وتوصيات سيتضمنها إعلان القاهرة، والذي سنقوم بمناقشته وإقراره بعد قليل. السادة الحضور، في ختام كلمتي أؤكد على أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات في سياق ما يواجه العالم ككل يتطلب أن نستمر في خطواتنا نحو تعزيز وتدعيم الحوكمة المحلية والرهان على الحكومات والإدارات المحلية بوصفها خط المواجهة الأول مع هذه التحديات، وهو ما ينطبق على كافة أنواع التحديات بدءاً من الجوائح الصحية والكوارث الطبيعية وتغيير المناخ، مروراً بالتحديات الاقتصادية والعمرانية والتنموية، ووصولاً للتحديات الأمنية. ورغم كل هذه التحديات، فإن أحلامنا لقارتنا كبيرة، وإيماناً بقدرتنا على تحقيقها لا يتزعزع، وثقتنا في الآليات الأفريقية التشاركية بكافة أنواعها ومستوياتها لا حدود لها، ونتعهد بأن تكون مصر دوماً وفية لقارتنا، داعمة لتطلعات شعوبها، ومستلهمة في تحقيق نهضتها. عاشت وحدتنا وبلادنا وشعوبنا، وعاشت أفريقيا، وتحيا مصر سنداً لقارتنا وركيزة من ركائز أمنها واستقرارها ونموها نحو غد أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.